ريتا سركيس مصممة أزياء ومدربة أسلوب موجودة معنا اليوم. بنحكي عن تأثير الاضطرابات النفسية على أسلوبنا، على طريقتنا وحتى على المظهر. بونجور، جود مورنينج، صباح الخير. صباح النور. كيفنا اليوم؟ الحمد لله. موضوع حلقتنا مهم جدا مثل كل المواضيع المتناولة، أكيد هدفها هي التوعية والمعرفة مثل العادة. حنحكي اليوم عن تأثير المشاكل الاضطرابات اللي نحن بنقطع فيه على الأسلوب الداخلي والخارجي. أكيد نحن بنحكي على طول عن بناء الهيكل الداخلي والاهتمام بالمظهر الخارجي بطبيعة الحال. كثير أوقات نحن بأيامنا بنقطع بفترات، وهذا الشيء طبيعي، بانكزايتي، بستريس أوفر، بفرستريشن، بنوع من الانسحاب، بنوع من الشك. And this is normal إذا كان natural response، يعني reaction طبيعية لهالزيت نحن بنقطع فيها بالمظهر. مجتمع مثلا لما نخسر احد الاقارب، في عنا لزتاب جدوي، بنقطع بفتره حزن واكتئاب لنرجع على الانيشال ستيت. ولكن في عنا عوارض بتدوم اكثر مما هي لازم وبتاثر على نشاطاتنا ومسؤولياتنا اليوميه. بصير في عنا impairment and dysfunction of our daily activities. هون بيخلق عنا تصرف غير مألوف. بما انه غير مألوف out of the norms بالمجتمع، سفح سيحكم عليه من افراد المجتمع. هلا من ايام زمان اذا بنرجع على القرون الوسطى، كانت هالتصرف الغير مألوف، كانوا الأشخاص بيعملوا لينك بين أنه في عنا قوى غريبة مثل الأرواح الشريرة، مثل حركة النجوم اللي بتأثر على هالعوارض هيدي. وكان حتى طرق العلاجات بوقتها همجية جداً، كانوا لتسي يحطوا إنسان بقفص، كانوا يسحبوا دم من الحيوان and injected بجسد الإنسان، الضرب، الحرق، castrating، exorcism وإلى آخره. هلأ ما أرزما مع مرور الوقت، مع الدراسات، مع تطور العلم، صار في عنا هالاضطرابات اللي هي تعنى بمشاكل بالعقل. نحن كيف عنا البشرة بتقطع بمشاكل منعالجها؟ كيف عنا القلب بيقطع بمشاكل منعالجه؟ كيف عنا المعدة بتعصب منعالجها؟ نفس الشيء العقل هو أورغان من أعضاء جسمنا. إذا بيقطع بي هالمرحلة الاضطرابية، نحن علينا أنه نعالجه. This is why صار في عنا هالتيرابي اللي بتبلش من الكوتشينج لنوصل لسايكوتيرابي حسب حدية العوارض. هالعوارض هي لها عوامل أساسية، من العوامل الوراثية طبعاً، العوامل البيولوجية، عنا low social support، الدعم الاجتماعي الضعيف أو المعدوم، في عنا maladaptive learning على سن مبكرة، التعلم سيء التكيف مع البيئة، plus في عنا الستريسرز. شو الستريسرز؟ يعني في عنا أوقات تحفيزات بتأجج هالعوارض هاي، مثل شو؟ الأوضاع الاقتصادية اللي قطعنا فيها، لكريز ايكونوميك أوليبان، في عنا التروما الاجتماعي، انفجار المرفأ، في عنا التوليرانس على الستريس. في أشخاص كانت عندهم توليرانس على الستريس، بنقول لهم إلزون يون بو دو كروكوديل، متمسحين بالعرب الدارج، لو شو ما صار قدامهم ما بيعملوا رياكشن. وعندنا أشخاص إذا نسق مثل الهواء بتحسيهم انهدوا من الستريس. في عنا الخسارات المادية المعنوية بتأثر طبعاً على هالعوارض. عنا أيضاً وأهم شيء قديه نحن جسدياً ونفسياً من جوا محضرين لهالمواضيع، متطلبات الحياة، متطلبات دومين العمل اللي بيجيب ستريس. هلأ أرزما دراسة هالعوارض سكي بيان أنه بيجيب لنا common basis for communication، تنحكي نحن as therapist من أصغرنا لأكبرنا بالدرجات، بلس لحتى نلاقي طرق للمساعدة. ولكن في نقطة أساسية أنا بحب أذكرها، بالبلاد العربية وخاصة التفكير الشرقي اللي عنا، في عنا كل شخص قاطع باضطراب نفسي نعتبره كأنه هو أنترو بين أفراد المجتمع. بصير بدل ما نحن نخفف هاللود عنه، بنصير نزيد لود عليه وبنلاقيه أكثر مما هو قاطع بهالفترة. سكون أبل ستيغما، نيجاتيف ريبوتيشن، هالشخص بيكون عليه ليبل إنه هيدا مضطرب. لا، نحن we should help him one or her one two. التركيز على هالعوامل بتخلينا نلقي الضوء أكتر شيء على السلبيات، على الويكنسز، ونخبي الإيجابيات. وهذا موضوع أنا على طول بحكي عنه بحلقاتنا كاتيا. هلأ
المشاكل النفسية بطبيعة الحال اضطرابات النفسية بتأثر على الأسلوب الخارجي والداخلي، ما هو الداخل يعبر عنه من خلال المظهر الخارجي. هات لناخد أمثلة. إذا في عنا أشخاص بيعانوا من Autism Spectrum Disorder اللي هو يعنى بال Impaired Social Communication and Interaction، يعنى بRestricted Interest، يعني بحطوا كل اهتمامهم بيصبوا بمواضيع معينة بغضوا النظر عن مواضيع أخرى بالوقت اللي هي كتير مهمة لألون. في عنا أنماط التصرف المتكررة اللي هي أوقات غير مناسبة لألون. بطبيعة الأحوال هالأشخاص رح يختاروا المظهر الخارجي نفسه، بيرفضوا يغيروه، بيرفضوا يشتغلوا فيه أو يعدلوه، بيروحوا على الألوان الغامقة، على الماسكولينيتي، على الباجي، الملابس الواسعة، لحتى هن بالنسبة لأنهم عم بيعبروا عن الستيت اللي هن قاطعين فيه ده، لأنه بيكونوا مرتاحين بطريقة معينة، ما بيجربوا شيء تاني. مزبوط. ما They بيحبوا don't يجربوا change. لا بتصرفاتهم ولا باهتماماتهم بغيره ولا حتى باختياراتهم بما يعنى المظهر الخارجي. أوقات بيكونوا كتير هالمظهر اللي هن مختارينه مش مناسب لألون، وبالتالي عم بيختاروا صورة سلبية لألون وعم بيفوتوا بالفيش السايكل تبع التقييم الذاتي السلبي. اكزامبل تاني، في عنا الاشخاص اللي بيعانوا من السوماتوفورم ديسوردر اللي هو يعنى بالتفكير المفرط والافكار المشاعر المفرطة لدى اي عارض انا بقطع فيه. مثلا وجعتني ايدي، يا الله شو بني، انا اكيد بني شيء. هلا هالتفكير المفرط بده يروح اوتوماتيكلي لصورة الذات، يعني انا بصير عم برحش وحركش وديبلي لحتى لاقي التفاصيل اللي هي هن بيعدوها سلبية ولكن هي منا سلبية. دونك نحن هون الشغل تبعنا بيصير بطريقة جدية على تحفيز الصورة الإيجابية، and shift the focus من هالسلبيات على الإيجابيات. Another example ADHD، الأشخاص اللي بيعانوا من الاتنشن ديفيسيت هايبر اكتيفيتي ديسوردر، هالأشخاص هيدي بنقوا الألوان الفاقعة، البولد باترنز، الإكلكتيك ستايلز اللي هن لهم ماستر أو انسبيريشن معينة، لأنه فور ذم اختيار المظهر الخارجي هو تعبير عن ذاتهم، الإكزوبيرانس، تعبير عن إبداعهم. هلا هالأشخاص بنشوف كتير واضح ترتيب الخزانة بطريقة معينة جدا. واي؟ لأنه الأورجانيزيشنال سكيلز عندهم مؤثرة، بتتأثر أكيد بطبيعة بشكل كبير. كيف بينظموا؟ يا بيكون في عندهم هالفوضى العارمه، كل شيء فوق بعضه، يعني بتحس انه لما تفوت على الوردروب تبع هالاشخاص مش مثل ريجولر بيبل. They have specific ways to اذا بدك organize their wardrobe. هلا حسب، يا بيكون في عندنا فوضى عارمه جدا، يا بيكون في عندنا عالم فوكسي على بارتي معينه والباقي كلها نسينا. اوكي؟ دونك الاكزامبل اللي بدي اعطيه، ثالث اكزامبل لهالاضطرابات هي الانكزايتي ديزوردر. هيدي الديزوردر اللي بدي احكي عنها اللي تعنى بالقلق لدى معظم الاشخاص بالمجتمع اللي هن اكثر شيء شائعين. اول شيء في عنا البانيك ديزوردر اللي بيجي مع طرقه قلب، اللي بيجي مع وجع بالصدر، اللي بيجي مع دوخه، بيجي مع رشفة وإلى آخره. هلأ هالمشاكل هاي اللي تعنى بالبانيك ديس أوردر ما عندها ستيمولس، بتجي فجأة. دونك بيصير في عنده شخص بانيك أوريدي من أنه تجي هالبانيك بلا سابق إنذار، وهون منقطع بفيش السايكل. هاي شو تسرع أسلوبه؟ اوه هلا حنحكي بهالمواضيع، حنوصل بس لحتى خلص تقريبا بعدنا 3 دقائق اللي هن اقصى المشاكل. اثنين، في عنا الفوبيا. الفوبيا 3 كاتيجوريز اسينشال سبيسيفيك فوبياز، الخوف من الكلب، من الحيه، من الارتفاعات. في عنا سوشيال فوبيا، الخوف من التحديات الاجتماعيه. في عنا اغورافوبيا، الخوف من اوبن اند بابليك سبيسز. في عنا الاو سي دي اللي هي اوبسيسيف كومبالسيف ديس اوردر، الاشخاص اللي بيمسحوا ماسكه الايد مثلا لتساي 5000 مره بالنهار وهن لحالهم بالبيت. طيب هلا هول اكثر الامور شائعه، كيف بيعبروا عنهم؟ هالاشخاص هول بيكونوا عندهم براسهم فكره ام رونج، انا كل الاختيار اللي عم بقوم فيه هو خاطئ. دونك بيروحوا على اختيار الاسلوب الخارجي لحتى يحسوا حالهم سيف على البيسك كابسول كولكشن، القطع الاساسيه. ولكن وين المشكله هون كاتيا؟ بيصيروا عندهم التسوق الامبالسيف، كميه هائله من هالقطع الاساسيه. وين المشكله هون؟ المي
والزيت ما بينخلطوا. And those people, إذا في كان إذا كان عنا too much of these items بغزنتهم, they don't match بالطريقة اللي هني بنقوا فيها, ولا ممكن يعرفوا بضيعوا بالاختيارات بصفة ما بيعرفوا يختاروا المظهر الخارجي المناسب لألون. لازم يروحوا على a little bit basic collection تكون القطع هالقد واضحة قدام عيونهم. MDD, Major Depressive Disorder, اللي هو الدبريشن كاتيا. أكيد في عنا تعب, ما مننام, ما مناكل منيح, عنا شعور of worthlessness, أنا ما بسوى شيء. هالأشخاص إذا هن ما عندهم already motivation يهتموا بصحتهم الجسدية والنفسية, ما عندهم أكيد motivation أن يكونوا عم يهتموا بالمظهر الخارجي. They are so low to get dressed. بيروحوا على الألوان الغامقة, على الجينز يلا اللي بيطلع بإيدهم, على الباقي, على الواسعة, وهيدا أمر خاطئ لأنه بيكونوا عم بيضروا بالمظهر الخارجي. هلا هالاضطرابات كاتشا, بس بدي اذكر نقطة كتير أساسية. التدريب على الأسلوب من الخارج والداخل هو تحفيز أساسي, الخطوة الأساسية لحتى نقوم بالتغيير to get away. في عنا البايبولر أشخاص اللي أكيد عندهم extreme mood swing that include mania. يا بيكونوا بالmanic state, بيكون عندهم lavishly dressed, بيكون عندهم هالgrandiose attitude, بيكون في عندهم هالألوان and everything, فجأة بيروحوا على depressed state. الأسلوب بيكون خطوة للمساعدة بكل هذه المشاكل. خطوة أساسية العالم بتقول إنه منا مهمة, هيدي الأساس لأنه يمكن تكون هي التريجرينج لحتى نفوت بالخطوة تبع الثيرابي. بليز بليز كاتشا, آخر كلمة بدي أقولها, الداخل بيعبر عن الخارج and vice versa. الأشخاص اللي عندهم symptoms من الخارج بيعطوا دلالات على حالتهم النفسية. بليز ثيرابي 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 وثم ثيرابي. ليتا سركيس, اهلا وسهلا فيك, مصممه ازياء ومدربه اسلوب, شكرا لك. ناخذ وقت هلا ونرجع نتابع لايف.